ازيكم يا حلوين، اخباركم ايه؟ تعالوا نعمل مع بعض بقى النهارده الفول المدمس. بصراحه واحد من الحاجات اللي انا عمري ما اكلها من الشارع اطلاقا. في معلومه كده عايزه اقولها لكم. الناس اللي بتقول ان الفول مش لازم ننقعه او نحط عليه مش عارفه ميه سخنه وبعدين نطبخه على طول وكل الخرافات دي، مع احترامي ليهم، البقوليات تحديدا لازم تتنقع، لازم تتنقع لمده 6 ساعات او 12 ساعه، اولا عشان نتخلص من المواد الكربوهيدراتيه اللي موجوده فيها اللي بتسبب عسر الهضم، ثانيا مش بس عشان نسهل عمليه التسويه. عندي هنا نص كيلو من الفول. الفول ده انا نقيته كويس قوي وبعد كده غسلته تحت الحنفيه لحد ما الميه بتاعته بقت نظيفه، وبعدين نقعته لمده 12 ساعه، غيرت عليه مرتين او 3 مرات، بعد كده بقى معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تعالوا بقى نعمله احلى فول في البيت، هيطلع زبدة كهرمان زي ما بيقولوا، وهنضيف عليه كمان اضافة كده سحرية هقول لكم عليها ان شاء الله لما نوصل لها. بس قبل ما نبتدي النهاردة واقول لكم ازاي ندمس الفول بتاعنا، ما تنسوش تعملوا بقى ايه، شير وتعملوا لايك كتير للفيديو، وكمان تشتركوا في القناة. بصوا بقى هضيف ايه الاضافات اللي عندي. هضيف معلقتين من العدس الاصفر. العدس الاصفر ده انا ما نقعتوش، انا مجرد بس كده ان انا نضفته وغسلته بس مش اكتر. دول معلقتين من العدس هحطهم كده فوق الفول، وهضيف كمان معلقتين من الغله او البليله. طيب يا رشا، انا ما عنديش بليله او غله، اعمل ايه؟ هستبدلهم بمعلقتين من الفول المدشش اللي هو اللي احنا بنعمل بيه عجينه الطعميه. بردك انا غسلتهم بس ما نقعتهمش ولا حاجه خالص. هحط عليهم ايه تاني؟ هحط عليه ليمونه كامله. الليمونه دي هي اللي هتخلي لونه حلو قوي ومش هيسود. وهحط عليه جزرايه، دي جزره مبشوره. طيب نسيت اقول لكم على حاجه، الناس اللي ما بتحبش تدمس الفول في البيت وبتقول ان انا ما عنديش دماسه ومش بيطلع كويس، على فكره الفول النهارده انا مدمساه في حله اهوت وهدمسه معاكم وهوريه لكم في الاخر هيبقى عامل ازاي. طبعا المكون السحري اللي انا قلت لكم عليه انا مش هحطه دلوقتي، الفول هيفضل معانا حوالي 4 ساعات علشان يتدمس. قبل ما يستوي بنص ساعه هقول لكم على الاضافه الخطيره اللي هتخليه فعلا زبده وزي الفول اللي انتوا بتشوفوه على العربيات في الشارع. خلاص كده انا حطيت الاضافات بتاعتي اهيت، هزوده بقى الميه السخنه. وعاوزه اقول لكم كمان على معلومه مهمه جدا، الحله اللي احنا بندمس فيها الفول لازم تكون كبيره علشان انا هزود ميه كل شويه، يعني طول ما الفول بيستوي انا هزوده ميه، فلازم الفول يكون جاي لربع الحلة او لنص الحلة، وعندي سبيس او مسافة كده كبيرة في الحلة تسمح لي ان انا ازود مية، وكمان ما تسمح ليش ان انا المية بتاعتي تفور وتبهدل لي البوتاجاز. خلاص كده احنا حطينا مية، هزوده كمان شوية مية وهغطيه وهسيبه على نار هادية على اصغر عين عندك على البوتاجاز، نار هادية جدا، وهسيبه لمدة 4 ساعات، وكل شويه هبص عليه لو احتاج ميه هزوده. قبل ال4 ساعات ما يخلصوا هنحط المكون السحري اللي هقول لكم عليه. بصوا كده اصغر عين على البوتاجاز اللي احنا بنعمل عليها القهوه، هشغلها وهخليها هاديه على قد ما اقدر. وهعمل ايه؟ هجيب عين من عيون البوتاجاز اللي هي كبيره شويه عنها، وهبتدي ان انا احطها كده، ومحدش يحط لي شياطه، دي تقيلة وكمان حديد وبتوصل الحرارة بسرعة. هحطها كده على العين الصغيرة، وبعدين هجيب الحلة بتاعتي بتاعت الفول وهحطها عليها، وهسيب بقى الفول بتاعي ده زي ما قلت لكم حوالي 4 ساعات ل4 ساعات ونص. تعالوا بقى نفتح الفول ونشوفه بعد ما عدى 4 ساعات. بسم الله ما شاء الله، شفتوا الفول ولا اسود ولا لونه اتغير ولا اي حاجة، عشان حطيله ليمون وعلشان كنا ناقعينه. الفول ممتاز. فاضل حاجة اخيرة بقى، التركية اللي انا قلتلكوا عليها في اول الفيديو اللي هتخلي الفول ده زي بالظبط الفول بتاع القدر بتاع الشوارع اللي انتوا بتشوفوه اللي بيبقى لونه حلو كده وشكله كده زي الكهرمان وطاري كده. تعالوا اقولكوا هنعمل ايه. عندي هنا نص كوباية من المية،
عليها معلقتين من صلصة الطماطم، وهحط عليها كمان معلقة كبيرة من النشا عشان نربط بيها الفول، ونقلب كده مع بعض. بصوا اللون ده، اللون ده مش بيفكركم بحاجة؟ مش بيفكركم كده بلون الفول اللي بيبقى في القدرة في الشارع؟ هنقلبهم كده كويس، وبعد كده هننزل بيهم على الفول بتاعنا. هحط الخليط الجميل اللي انا عملته ده على الفول، واديله بقى تقليبه كده مع بعضه، وهسيبه يعني ربع ساعه مش اكتر من كده. هو الفول اصلا معانا خلاص استوى، بص لونه بقى جميل ازاي. هسيبه بس مجرد ربع ساعه مش اكتر من كده، وبعد كده هضربه بقى بالهاند بلندر او بالخلاط، شوفي انت عايزه تفرميه بايه، ونعبيه مع بعض في الاكياس ونخزنه. انا طحنت خلاص الفول اهوت بالهاند بلندر او بالخلاط زي ما قلت لكم. ده بيسهل عليكي جدا لما تطلعي الكيس من الفريزر وتستعمليه على طول بقى. اعملوا بقى الانواع اللي انتوا عايزينها وعيشوا حياتكم بقى في رمضان، بيكون جاهز وسهل جدا. اعملوه بقى بالطحينه، اعملوه بالليمون المعصفر، هبقى اعمله معاكم ان شاء الله واوريكم الليمون اللي احنا عصفرناه مع بعض. اعملوه بالثوم، باللي انتوا عايزينه. قسموه بقى في اكياس، انا هحط كده في كل كيس كبشتين على قد استعمالي، وهقفله بقى كده من فوق، وابتدي ابسطه زي الكيس ده كده بالظبط. بصوا، واحطهم فوق بعض عشان ما ياخدوش مساحه في الفريزر. وكده خلاص الفول بتاعنا خلص. اتمنى ان انتوا تجربوه، ولو الطريقه دي عجبتكم اعملوا لايك، واشوفكم على خير في فيديو جديد.